فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحج من قابل على من فسد حجه، إذا كان لا يتسنى له ذلك في السنة القادمة نظرا لموضوع التصاريح وغيرها، فماذا يصنع؟ إذا كان معذور ولا يتسنى له، متى ما زال العذر يبادر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، افرض أنه مريض العام القادم، مريض ولا يستطيع، ما له شيء، يصبر لما يزول العذر ويحرم من جديد. نعم.